السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أنا أكون سجلت فيديو بالليل خالص الساعة 3 بالليل 4 بالليل، فلو رفعته دلوقتي ممكن محدش يشوف خالص، وده هيأثر على انتشار الفيديو، لأن لو هو ظهر عند ناس كتير شافته في أول ساعتين تلاتة ده بيخليه يظهر عند ناس تانية. اليوتيوب بيدي أولوية للفيديو دوت. طيب أنا دلوقتي سجلته، ممكن بس أرفعه بعد كده الساعة 7 أو أقول له خد الفيديو هوت بس متعملوش بابلش غير في الوقت اللي أقولك عليه. أجي هنا وأقول له سكادولت، يعني خليه بقى هديك فيديو مثلا دوت، تمام، واعلم على العلامه دي ان انا ممكن احدد لوقت معين، واقول له مثلا اظهره لي، يعني اعتقد ممكن مثلا على الساعه 9 يكون كويس، تمام، وابدا بقى اختار الاكتف التاجات اللي هتظهر مع الفيديو بحيث لو حد بيعمل سيرش، واقول له ابدا اظهر ابدا اعمله بابلش يوم الاحد 28 ابريل الساعه كذا، فابدا احدد هيتعمل له بابلش امتى. وده هيبقى مفيد جدا ان هو هيظهر عند الناس في الوقت اللي هم فاتحين فيه اليوتيوب، بدل ما ترفعه مثلا في وقت يكون هم في الشغل، يكون هم نايمين محدش بيتفرج عليه.